السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان صدنا خنزير طازة وقصينا الشقفة طعمة اللي جبناهم للكلاب يعني بس هيك. شوف هذا بوكل بحبها مش عجباش كده استغربها الكلب ليه؟ شو راح ياكلها ليش؟ عاد بوكل هذا كل شيء الكلب ما رضيش ياكلها بدوش ياكل غريبة هذا رفض لحمة الخنزير طيب أول غريبة الكلاب تستغرب مرضيش يلا يلا إيه غريبة يلا تعال غريبة وين الصالوك الصغير تعال شوف الصالوك الصغير غريبة